وسهلا بكم، يعطيكم العافية ومساكم الله بالخير. وأتشرف أني راح أدير الجلسة الخاصة في المحور العاشر لرحلة رياديين الناجحة. إن شاء الله خلال هذه الساعة راح نلتقي مع باتريك أبي شقرة من مؤسسة ورئيس المجلس التنفيذي شركة ليفون من لبنان، وإن شاء الله راح نلتقي أيضا في إيمان خنقير من مدير عام ساتش من الجمهورية التونسية، بالإضافة إلى محسن الشيخ مدير عام مجمع الابتكار للصناعة التكنولوجية من دولة قطر الشقيقة. أيضا راح أكون أنا مدير لهذه الجلسة. أتمنى الحضور الكرام رفع إيدهم على أساس أتأكد أنهم موجودين. بداية من الأستاذ باتريك، أهلا فيك باتريك، المايك مساء لك، الخير. عندك نعم، ربع ساعة. أتمنى الالتزام في الوقت على أساس الكل ياخذ حقه في هذه الجلسة. يعطيك ألف عافية، والفلور از يورز. اسمح لي وجه سلام للمجموعة كاملة للمحفل العربي. مثل ما تفضلت دكتورة هنادي، فعلا محفل جدا رح يكون له دور فعال، وكيف لا، ونحن من أهل العلماء عند العرب، ومن الأساس نحن عم نحكي عن طبعا علوم وتكنولوجيا من بلاد مجاورة للمجلس التعاون الخليجي، وطبعا الشرق الأوسط وبلاد الشام خاصة. فنحن منا كتير بعيد أبدا عن التكنولوجيا. صحيح أنه نحن بالفورس اندستريال ريفولوشن، بالثورة الصناعية الرابعة، بس نحن ممكن جدودنا ورطونا القدرة أنه نحن نقدر نبتكر عن طريق الإلهام ونكتشف. رح أعطيكم نبذة سريعة كتير عن قصة نجاحي، اللي أنا بعتبرها كل يوم قصة جديدة، خاصة بمجال الإعلام والتسويق الرقمي والتسويق للغير. نحن عم نبتكر كل يوم منتجات جديدة، وعم نخلق هويات عم بيكون لها دور فعال مع المستهلكين طبعا. فنحن اليوم إذا بدنا نحكي شوي صغيرة عن ريادة الأعمال، ريادة الأعمال إلى عدة عوامل أساسية. اليوم الابتكارات مضمونة، عم بيكون موجه ومسلط عليها. اليوم إذا بدنا نرجع شوي صغيرة ب 23 سنة اللي قطعوا، طبعا عم بحكي عن قصة نجاحي أنا اليوم والمسيرة اللي مشيت فيها بمجال الدعاية والإعلان، وكيف نحن تطورنا، خاصة وقت اللي عم نحكي اليوم بالريسيرش اند ديفلوبمنت. ليه اليوم كل مراكز الابتكار بحاجة لداتا كرمال تقدر تطور. نحن نعرف كيف كنا نشتغل بداية، كيف كانت الأمور جدا تراديشنال ومانيوال، كل شيء كنا نشتغل عليه على الورقة والقلم. اليوم الداتا صار قادرة أنها تحوز أكثر من كميات من معلومات تقدر تعطينا بوقت جدا بسيط نتيجة نحن بنبني عليها استراتيجياتنا. فاليوم عم نحكي نحن عن مكونات أساسية تختص بالعلوم والتكنولوجيا، قادرة أنها تأثر على الاندستري اللي نحن عم نشتغل فيه. نو ماتر وات، اذا كان عم نحكي نحن ريل استيت، عم نحكي بانكينج، عم نحكي هوسبيتاليتي، عم نحكي اوتوموتيف، عم نحكي فاست موفينج كونسيومر جودز، الاندستري المكون نحن اليوم اللي عم يتحول ليصير اوتوميتد، مش من المفروض منا نحن نخاف ونقول انه هل روبوتكس او هل ارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي، راح يستبدل الذكاء البشري. لا، نحن علينا انه نشوف قديش راح يهون علينا من طاقه، وقديش راح يهون علينا من مجهود، كرمال انه نحن نقدر نركز اكثر على الذكاء العاطفي ونقدر ندمجه مع الذكاء الاصطناعي مشان نكون من خلاله خدمات كل الاشخاص عبر كل القارات بحاجة لها اليوم. طبعا هيدي نبذة كتير سريعة
عن التحول اللي عشناه بمجال الدعاية والإعلان، ونحكي أكثر عن التطبيقات اللي عم بتساعدنا اليوم نوصل الرسالة للمستهلك. وعبر التواصل الاجتماعي صار في كثير من التطبيقات قادرة أنها تعطينا أكثر معلومات عن الهوية تبع كل شخص واهتماماته، خاصة through الألغوريزم، وكيف ممكن عم بيتسوق على الأونلاين بالتطبيقات اللي عم بيستخدمها. فاليوم نحن بدنا نعرف أنه التكنولوجيا عم بتساعدنا، التكنولوجيا عم تعطينا القدرة أنه نقدر نستخدم هالداتا بطريقة جدا ذكية لنقدر نحط استراتيجية الأساسية اللي بدها توصلنا للأند ريزالت، واللي هي بالآخر البادجت ألوكيشن اللي عم نشتغل فيه. بطل أبدا ريسك عالي، صرنا قادرين نعرف شو الريتيرن اون انفستمنت. طيب هلأ الكل بده يقول لي probably، طيب باتريك أنت اليوم كيف وصلت لهذه المرحلة؟ كان عندي فرصة كتير حلوة بداية مع جراي وورلد وايد، واحدة من الشركات العالمية بمجال الدعاية والإعلان اللي اشتغلت معهم 8 سنين، اللي رجعت من بعد منها انتقلت على شركة أوغلفي ميماك أوغلفي واشتغلت معهم 3 سنين. طبعا بهال10 سنين كان عندي الفرصة أني أنا اتعرف على كتير من الأشخاص اللي كنا نشتغل سوا بمجال الابتكار. اليوم نحن وقت منحكي ابتكار نحن عم نحكي عن طبعا big ideas، ideas that moves audiences. يعني نحن اليوم بمجال الدعاية والإعلان هدفنا الأساسي والرئيسي هو أنه نحن نوصل هالرسالة للمستهلك. من بعد هالمشوار اللي أنا كان جدا بالنسبة لي مهم ومكلل بالمعلومات والنجاحات، خولني أني أوصل لمفترق طرق. يا أنا بدي أستمر بمنظمة كاملة متكاملة وتقدر تعطيني الدعم المادي وتعطيني الدعم المعنوي، أو أنا بدي اكتشف ذاتي وآخذ هالتشالنج وأخطي خطوة ريادة الأعمال وأسس شركتي. طبعا بهال10 سنين كانوا كافيين بالنسبة لي أني أنا يصير في عندي معرفة الكافية بالسوق اللي أنا عم بشتغل فيه، اللي خولني أني أسس شركتي سنة 2010، واللي خول عديد من العملاء اللي كانوا يشتغلوا معي من طبعا من education ل fast moving consumer goods ل real estate ل banking انهم يعطوني الثقة. الوعد كان اني انا اقدر to deliver، so اعطيت وعد اني انا قادر عن طريق هالمؤسسة اللي انا رح أسسها أو الشركة اللي أنا رح أسسها أقدر أعطي النتيجة اللي كانوا هن معودين عليها. طبعاً بمجهود كتير كبير وبخطط تنفيذية كتير سليمة قدرنا أنه نأسس الشركة وقدرنا أنه نعطي النتيجة اللي كانوا متوقعينها وأكثر، من اللي خلينا أنه نحن نقدر نحدد عن طريق هالخطوة اللي مشيناها أدوات نقدر نبتكر فيها ونساهم فيها على نطاق الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي. طبعا اللي بكن لهم كل احترام، كل المناطق المجاورة كان عندي دور كتير فعال، من الكويت للسعودية للإمارات للبحرين لسلطنة عمان، كان في عندي مسيرة كتير حلوة شاركت فيها بكثير من المؤتمرات والندوات اللي حكيت فيها طبعا عن مجال الابتكار. لسوء الحظ الوقت مش كثير معنا لنحكي بديتيلز، بس رح اعطي قصة نجاح وحده ممكن تكون كافية لموضوعنا المبدئي اليوم بهالمحفل العربي. اني انا كنت من الركائن الأساسية اللي أسسوا مركز الابتكار بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا. مسيرتي ابتدت من سنة 2009
من وقت ما وضع، او 2008 من وقت ما وضع حجر الاساس، وكانت الانوجرال كومنسمنت بدايتها بال 2009. لا تاريخ سنوات الماضيه كان عندنا دور كثير فعال، قدرنا انه طبعا نستلهم من الانسبيريشن تبع الانفراستراكشر بجامعه الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، قدرنا انه طبعا نحول الافكار لرياده اعمال. وهالخطوه اللي قمنا فيها خطوه جدا متينه كانت، بعدها لتاريخ اليوم، اليوم مركز الابتكار تحول ليصير مركز جدا فعال، عم بي ينشئ شركات جدا فعاله، عم بيكون في عنده دور كتير خلاق. واليوم المبدأ الأساسي اللي كلنا لازم نحن نتطلع فيه كيف نقدر نحول الأفكار لريادة الأعمال. اليوم أي شخص بأي اختصاص إن كان بحاجة لبزنس أدمينستريشن، بحاجة ليقدر إنه يحول هالفكرة، ولو كانت اليوم بالساينس والتكنولوجي، إنها تتحول لتصير بروتوتايب من خلاله يقدر يفوت على ريتيل بزنس ويقدر تو انتروديوس للماركت. فإذا اليوم لازم إنه يكون في عنا البيسك انفورميشن مشان نقدر نحن بريادة الأعمال نأسس شركتنا الناشئة، ويكون في عنا بزنس بلان واضح، نقدر نعرف الماركت اللي نحن عم نشتغل فيه، ونقدر نعرف التارجت اودينس تبعولنا، مين هو المستهلك اللي رح يكون عم بيساهم ببناء هالمؤسسة اللي نحن عم نطمح لها، ان كان برودكت او ان كان سيرفيسز. فاليوم نرجع ونقول الهام طريق الاكتشاف، لانه كله ببلش من فكرة، فكرة جدا بسيطة، وريادة الاعمال كلها مبنية على حل مشاكل. المشكلة بيصير في عنا اليوم حل، وهيدا الحل كتير من الأشخاص بحاجة لإله. إذا تحول لبرودكت، هيدا البرودكت بيصير موجود بالسوق وبيصير يتداول، وبيصير طبعا عنده مردود عالي. فبنبذة سريعة، اليوم عم نحكي عن قصة نجاح بالنسبة لإلي. كل يوم عم نبتكر عنا قصة نجاح جديدة وعم نتعلم فيها. كل يوم نحن عم نشوف المستقبل اللي هو اليوم الحاضر، بيكون في عنا قصيدة نتعلم منها ونبتكر من خلالها. باتريك للأسف انا ضربت بليز كونتينيو سنين جاي. دكتور حسن مش عم بسمعك. الو الو. طيب رح كفي معكم للي عم لا لا صوتك واضح باتريك، تقدر تكمل باتريك، تقدر تكمل. اوكي قد ايه بعد معي وقت معك؟ بعد 4 دقائق. يلا علشانك 5 دقائق. بهالأربع دقيقة زيادة، أعطيك دقيقة زيادة $100. ما بيأثر ما بيأثر. طيب هالخمس دقائق اللي عندي إياها حابب هون خليها تكون شوي موتيفيشنال، مثل ما تفضلتي دكتورة هنادي واعطيتينا الطاقة الإيجابية اللي أنا برأيي اليوم كل رواد الأعمال الناشئين بحاجة لها، بوقت كلنا عم نقطع بأزمات اقتصادية سببتها جائحة كورونا. بدي أقول للشباب ولكل الحاضرين، اليوم بتقدر تنقذ طالب إذا أعطيته من وقتك. بالماضي كنا نطلع نشوف كيف بدنا نساعد بعضنا فاينانشلي، اليوم المنتورشيب او اذا بدنا نقولها بالعربي الارشاد صحيح يفيد طالب. نحن لشو بحاجه؟ لقلنا الشباب، الشباب بحاجه لخبرتنا على الارض، الشباب بحاجه لقلنا ليسمعوا قصه نجاحنا، كيف حولنا
هالفكرة لريادة أعمال، وكيف هالبزنس قدر أنه ينجح، وكيف قدرنا نحن نوصل لهون. بدي أطلب من كل الحاضرين، ورح أعطي بعض الأمثلة اللي بتصير معي كل يوم مع الطلاب. ما فيكم تتصوروا قديش حلو أنك تعطي من وقتك وتعطي من خبرتك لطالب عم يحلم. قديش مهم أنك أنت تستكشف أو تكتشف طموح هذا الطالب وتقدر تعطيه توجيه صحيح. كل طالب وفي عنده أحلام، وكل طالب وفي عنده طريق حابب يكتشفها. اليوم نحن بالنسبة لنا بريادة الأعمال، ليش عم نحكي الموتيفيشن از اكي؟ لأنه اليوم نحن بوضع التكنولوجيا عم بتسرع الأمور، وعم نصير نحن عم نتسابق مع الوقت. We're racing against time. هذا الوقت اللي نحن عم نتسابق فيه، من الضروري أنه نحن نعرف أنه في جنريشن جديدة قادرة أن تطبق بعض الأمور اللي نحن بالنسبة لنا traditional وصارت unconventional. بالنسبة لهم it's a habit. They are building their character مع التكنولوجيا. بدنا نسمع كتير للجنريشن الجديدة. الجنريشن الجديدة ما بدنا نرفض أفكارهم ونقول أنه بعد ما عندهم الخبرة الكافية. صحيح ما عندهم الخبرة الكافية، بس عندهم القدرة اللي من خلالها اليوم عبر التواصل الاجتماعي، اللي البعض بيعتقد أنه هيدي أدوات ترفيهية أو للتسلية. أنا بقول لا، اليوم التواصل الاجتماعي لازم يكون فيه عنا عبر التسويق الرقمي توعية نحكي فيها أكثر عن البنفتس. يعني اليوم نحن شو قادرين نقدم من خدمات عبر التواصل الاجتماعي وعبر التسويق الرقمي نفيد فيها البزنس ونفيد فيها البراندز اللي نحن عم نشتغل فيها بكل القطاعات. تسويق الرقمي حلقة حتكون طويلة معكم إن شاء الله بالأيام القادمة أو الشهور القادمة دكتورة. ما رح طول أكثر من هيك، أعطيت نبذة سريعة عن مختلف الخبرات اللي موجودة اليوم بريادة الأعمال اللي أنا اليوم واجهتها بهال 22 سنة اللي قطعوا. إن شاء الله بختام هالحفل الكريم يكون في خطوات نمشي كلنا عليها وتوجيهات نمشي كلنا عليها وتو اد فاليو لكيف ممكن نحن اليوم نكتشف كن جه من خلاله عبر المستقبل. شكرا دكتورة. حسن، تستاهل كل خير يا باتريك، وتشرفنا في خبرتك المتميزة. حسن تدير الجلسة، تتكرم أستاذ محسن وصل، وأنا راح أختم مع تفضل. إذا في مجال دكتورة، ما أدري في حد بعدي ولا أنا الأخير؟ لا، حضرتك راح نخليك تسهب في الوقت، عندك بدل 15 دقيقة راح نعطيك 20، يصير؟ زين، يصير، بس إذا في مجال، إذا في حد بعدي. لا، ما في حد بعدك. ممكن ياخذ أوكي، أنا الوحيد يعني؟ إي نعم، الله لا يجيب لك الشر ولا يجيب حق حبايبك، أشوف الوفيات صايرة كثيرة اليوم، اللي ماتت أمها، اللي مات عمه، والله العظيم من البحرين ماتت أمه، من السعودية ماتت عمتها، من ما أدري وين ما أدري، يعني تقول علي، يعني ليت يقولوا لي شكرا على هذا، يقولوا عندنا حالة وفاة، عندنا عسى المانع خير. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية دكتورة. اللي معك ماتوا أهلها، فيلا الله كريم، كمل. أنا عندي شغلة بسيطة بس في الواتساب، عندي مشكلة أمرني مو قادر الشقل من عندك؟ لا، أنا عندي مشكلة بينقل الفايل تبع البرزنتيشن، لأن هاي كمبيوتر ثاني، كمبيوتر الرئيسي أنا نسيته في العمل. خليك مرتاح، إحنا نفتحها من عندنا وسوي نكست سلايد، أوكي؟ خليك مرتاح. أوكي، تمام. عندنا تمام. شركة الكنترول وكل شيء عندي بالبيت. لحظة شوي. لحظة. بس محسن، أنت دازلي على الواتساب عدل؟ أي دازلي شيء.
بس توالي حين بطلع حقك خليك مرتاح. We need to open the okay I will send you the file. يا هلا استاذ محسن، مساك الله بالخير. مساك اكيد الله انت بانتظار البرزنتيشن على ما يسوي له شيرينج. طبعا بقدم نفسك استاذ محسن، يعني ما شاء الله عليه ترى هو طيب. علم من اعلام العربيه والخليجيه في الابتكار وفي رياده الاعمال، وحاصل على الكثير الكثير من الجوائز والتكريمات والفوز العظيم. حتى اليوم باعت لي مقابلته الجديده. You can open now. ما شاء الله استاذ محسن، اخذ المايك قدم نفسك. سامحني يعني على... لان ما يسعنا الوقت ان نقدم كل واحد، باعتبار الحين صار السوشيال ميديا يقدمك للعالم اجمع. قدم نفسك استاذ محسن، الحين يفتحوا لك الإضاءة تمام عندكم ولا تشوفون؟ أنا ما أقدر أشوف الصورة، شوية فيها ظلمة يعني خلفية. أنا عندي تشوفون صورتي واضحة ولا فيها شوية ظلمة؟ لا صورتك واضحة. أوكي تمام. طبعا معاكم محسن الشيخ، مؤسس ومدير شركة ابتكر للتقنية ومجمع الابتكار للصناعات التكنولوجية. حاصل على حاصل على ست نو send again now. انا اسف حاصل. اوكي انا ما ادري اخلي مع البرزنتيشن احسن عشان اشرح لهم، ولا بس ابلش اتكلم شيء عن خاطري؟ افضل انه يكون برزنتيشن، انا بيكون شويه فيه فايده اكثر. دكتور حياة احرجتي لنا مع المستشارة مكفولة اليوم، قاعدة معانا لآخر لقاء. طبعا عشان استمتع واستفيد. ايه يا استاذة مكفولة والله، يعني كيف عيل كيف وزيرة ومستشارة، كيف يعني قاعدة على الكنبة وقاعد تسمعيننا صح؟ أخذت اليوم كله، أخذت من عنده الساعة 12 من عنده بتوقيتنا كله، أخذته عشانكم أنتم. نستاهل يا مكفولة لدعم منظومة الابتكار في دولنا العربية وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي. ورجعتي منورة ما شاء الله عليك، ما عرفت من كيف رحتي، أنا جالسة على التليفون على طول وأنت ما عرفت كيف غيرت. شفتك وانتي نايمة بالتكنولوجيا، فتحت الكاميرا وهي حسبالها ما في أحد يمها ونايمة متصفحة على القلم. والله يا حبيبة قلبي راح يشيلوكي من الوزارة، ورئيس الوزراء راح يرميكي برا. طلعت لي على السوشيال ميديا قاعدة على القنفة، وزيرة قاعدة على القنفة. لا مش معقول، إن شاء الله يبثونا على البي بي سي ويجيك الطرد من وراي. أنا كان عندي أصلا اليوم على صحي على الساعة 7 إلا ربع، عندي شغل كان على 7 إلى 4 ورحت منه جاري علشانكم. الله يخليك يا دكتورة مكفولة، وهذا شرف لينا والله يا دكتورة مرسي. لأنه فعلا أنت من القامات النسائية اللي نفتخر بها على المستوى العربي، وشخصيا تشرفت جدا بمعرفتك دكتورة، لأنك متعددة يعني. نعم شرف لي يا عزيزتي، أنت اللي قامة علمية كبيرة وشخصية نادرة في الوطن الكبير، وكلنا عنده أمسى ولو صغيرة من أجل بناء وطننا. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ما فتح معاك محسن، احنا الفايل عدده كبير وقاعد يفتح لنا اياه عن طريق شو اسمه.
اوكي تمام بنتظر. ليش؟ لان انا عندي الواتساب شويه اللودينج حق الواتساب شويه تعبان. I'll save from the file. I open it as a PDF. Yeah, finally. تفضل. تفضل استاذنا. اوكي تمام. بس لو تعطيني الشاشه الفول زوم اللي هو من تحت مشغلين على شكل بي دي اف ولا على باوربوينت؟ يفضل بس تشغلون على الباوربوينت يكون افضل. دكتوره شغلتوا على باوربوينت يكون افضل لان في بي دي اف ما راح يطلع واضح. أنا خلصت ليش الباوربوينت ولا البي دي اف؟ ها استاذنا زوكي؟ هذه الحين بي دي اف. إذا في مجال تعطوني إياه على باوربوينت يكون أحسن. أنا طرشتها ليش على الباوربوينت؟ إيه أستاذنا مو راضي يفتح الباوربوينت لأن حجم الفايل كبير فبنقعد ننتظر أكثر وأكثر. خلاص أوكي. بس قول نكست سلايد ونسوي لك. بس لو تبي أكبر أصغر شنو تبي؟ طبعًا خلينا لا لو تخلونا فول سكرين يكون أحسن. بس تشيلون الروابط فول سكرين تقدر تخلونه فول سكرين. تبي فول سكرين؟ وين الفول سكرين؟ ما في فول سكرين حق الجسم، ما في فول سكرين حق البي دي اف. لا مش شغلة عن طريق الويب، مشكلة خلاص بنخلي على البي دي اف ما عندنا مشكلة إن شاء الله. أنت مبتكر ومخترع، لما تجينا مشكلة بسيطة نحلها يا محسن صح ولا لا؟ خلاص طلع لنا بي دي اف نمشي حالنا مع البي دي اف صح؟ ايش حاضرين توكل على الله. طيب خلينا نروح الصفحة الأولى. يلا الصفحة الأولى. طبعا رحلة الابتكار هو رحلة المستقبل، رحلة المستقبل في ريادة الأعمال. طبعا الكلمة اللي تحير كثير من الناس، يعني اليومكم هاي شو اللي راح يكون مستقبل وشون التكنولوجيا راح تضيف المستقبل. راح أشرح لكم أول شيء من فكرة، من تأسيس فكرة مشروع بسيط وفكرة اختراع بسيط، بعدين تحولت إلى شركة رائدة. وأيضا عندنا ابتكارات كثيرة يعني في الشركة في الوقت الحالي، وأيضا الحين توجهنا نفتح أول مصنع مجمع لابتكار الصناعة التكنولوجية اللي راح يشمل إن شاء الله مشاريع أكثر من مشروع واحد في مجمع واحد. وهاي المشروع المجمع راح يكون إن شاء الله يكون له دعم من الدولة إن شاء الله. بس إذا بقيت تروح على النكست سكرين بس قول نكست نكست سلايد عشان يحركونا حقه. النكست تمام أوكي. طبعا نكس خليش في الصفحه الثانيه، الصفحه الثانيه نكس ذا بريفيوس سلايد بليز. بريفيوس سلايد يس هير. طبعا نو جست جو تو ذا نكست وان. هذا يا هير. يس اوكي. اوكي طبعا في هالعرض انا ما راح اتكلم عن كل اختراعاتي، راح اتكلم عن بعض اختراعاتي وايضا هي نفسها
يعني نتكلم عن نختم الكلام. ممكن الصفحة اللي بعدها إن شاء الله. Next page. Next page. Next page. كذي أحسن. طبعا هني في مقطع فيديو بس مسوي متعب عليه بس ما ظهر. علم المقطع الفيديو يتكلم عن الإنجازات اللي أنا حصلتها في الفترة اللي راحت. أنا حصلت تقريبا على 6 ذهبيات دولية ودرع مجلس العام الخليجي في بعض الاختراعات. من الاختراعات اللي حصلت فيها على جهاز طابعة شيكات واللي الحين تغير اسمه صار فيلينج فوم برينتر، وأيضا حصلت على جهاز التبريد أوكسي. طبعا في بعض الابتكارات حصلت عليها جوائز فقط بس ما حصلت عليها يعني ذهبيات، جوائز محلية وكنت أبي أشارك فيها بس لأن فيها شوية من الحساسية لأن مشاريعها شوية تعتبر قومية ما تعتبر مشاريع يعني على مستوى أفراد يعني أو على الشركات، هي مشروع قومي. راح أذكر شيء نبدأ عنها بدون ما أشرح لكم التفاصيل عنها إن شاء الله. طبعا لو نحن نتكلم عن الابتكار في الابتكار يجي شيء اسمه توظيف الابتكار، وبعدين راح نتكلم إن شاء الله عن توليف الابتكار والابتكارات الحديثة القادمة اللي هي راح أرويكم صورة عن ابتكارات نماذج واللي هي لها علاقة بالتوظيف والتوليف الابتكار إن شاء الله. وبعدين راح نتكلم إن شاء الله عن من فكرة إلى رائد أعمال. بعدين راح نتكلم عن المنح المالية والقروض، يعني هذا التحدي اللي واجه بعض المخترعين والمبتكرين بشكل عام في الشرق الأوسط. عقب نتكلم عن عقبات المالية والتحديات اللي يواجهها المخترع. السوق المستهدف، كيف المخترع يستهدف السوق وكيف يبدأ يفكر بطريقة ذكية أنه يوصل حق السوق المستهدف بسرعة بذكاء. طبعاً وأيضاً راح نتكلم عن الرسالة اللي أنا عن مجمع الابتكار الصناعي التكنولوجية والأرباح اللي أنا حصلت فيها من تأسيس الشركة هذه، مشاريع المستقبلية اللي راح تكون إن شاء الله في المستقبل. نروح للـ next page. next page صفحة اللي بعدها. أوكي زين، وشو تعرف الابتكار معروف؟ لا استاذ، الصفحة اللي وراها. الو ايوه. طيب هنا تعريف الابتكار. تعريف الابتكار بشكل عام هو تطوير وتنفيذ فكرة جديدة وتحسين الموجود بشكل يؤدي الى احداث تغيير. طبعا هنا صاير اختلاف كبير في السوق المحلي والعالمي. الناس ما يفرقون innovation في الشركات. ايش هو مفهوم innovation في الشركات والمؤسسات الدولة؟ يوم كل واحد يحب يعني يحط هالعنوان العريض innovation ويقعد، معظم النتائج من innovation هو عبارة عن adapt، يعني ياخذ تكنولوجيا موجودة في السوق وينزلها عنده في مؤسسته ويعتبر ان هذا ابتكار. هاي فعليا مو ابتكار، هو انك نقلت التكنولوجيا اللي عليها ابتكار، نقلتها عندك وشغلتها او وظفتها يعني. فلازم نفرق بطريقه توظيف الابتكار، في توظيف وتوظيف ابتكاري وفي توظيف عادي، يعني جبت تكنولوجيا وحطيت في شركه مثلا مكنسه كهربائيه وحطيتها عندك في الشركه مكنسه كهربائيه وقلت لي هذا تكنولوجيا جبناها، مش اختراع ولا ابتكار ولا مهم، يعتبر انك جبت تكنولوجيا عاليه وشغلتها عندك في الشركه. طيب كيف نحن نقسم الابتكار الى نحن راح نقسم الابتكار الى 3 نقاط اللي انا اشتغلت عليهم بنفسي، يعني صار لي سنين وانا اشتغل على هالفكره وعلى هالمبدا وانتج افكار جديده منها. نروح للصفحة اللي بعدها. طبعاً هذا ابتكار يعتبر. ليش؟ لأن التكنولوجيا الحالية الموجودة في السوق هو اثنين، اللي هو الكمبرسر، تبريد عن طريق الكمبرسر لخزانات المياه في البيوت، وأيضاً استخدام المروحة في عملية تبريد الخزان المائي. التكنولوجيا اللي أنا استخدمتها اللي هو نظام اللي يسمونه الاستبراد، عملية الاستبراد.
هو ناخذ، لو كان هني فيديو شغال لو كنت تشوفون العمليه، هو ناخذ الهواء اللي موجود داخل الخزان ونعيد تدويره مره ثانيه اللي تصير عمليه استبراد. مثلا اذا واحد فتح فمه ونفخ فيه ماده حلح نفخ تحصل هواء حار طالع منه لفتره معينه، واذا ضم حلجه ونفخ يطلع هواء بارد. معنا من نفس المخرج بس انه صار. ممكن ترجعين الصفحه اللي وراها بس عشان نكون معاهم في الصفحه عشان يفهمون الابتكار نفسه. اوكي، فنلاحظ ان اللي تشوفون ان في سهم ازرق انا حاطه على الجهاز التبريد، جهاز التبريد هذا واحدة من اختراعاتي. طبعا نتائج التبريد كانت عالية جدا لدرجة انها نزل درجة حرارة بسرعة عالية جدا مقارنة بالأجهزة الحالية في السوق، وكفاءة التبريد يعتبر طيبة وممتازة جدا. فهاي فكرة الجهاز، هذا يعتبر ابتكار جديد في السوق. خلينا نروح النموذج اللي بعده او نيكست سلايد. طبعا هاي جهاز طابعه لنموذج الشيكات. طبعا هاي هنا بعد في فيديو كان المفروض تشوفونه، بس انا اعتقد حتى لو رويتكم الفيديو ما راح يكون عندي وقت. فالمفهوم الطابعه الشيكات هو عباره عن اذا انت تبي تكتب شيكك بعض غاتك تواجه مشكله كتابة الشيك. طبعا الفكرة شلون جاتني؟ انا كنت اكتب شيكات، يعني بشتري احد العقارات في تركيا، فاحد الشركات المحلية طلبت مني مجموعة من الشيكات، فانا قاعد اكتب بالشيكات وقمت اغلط، قلت يبا خلينا نروح نستخدم الطابعة ونطبع. فاستخدمت الطابعة، لكن الطابعة ما قاعد تطبع، مع ان الطابعة مخصصة حق الشيكات، لكن ما تطبع الشيك بالطريقة الصحيحة. فطورت طريقة جديدة جدا، يعني بحيث ان عرفت المشكلة. لما تحط الشيك في سكانر او تيب سوفتوير او تيب تطبيق معين يشتغل على الشيك معين، او يتعرف اذا عندك شيك جديد لازم الشركة هذه تروح تعطيك الابديت الشيكات الجديدة. يعني في عملية تعقيد جدا، يعني صعبة جدا. فقلت ليش ما انا استخدم نفس الفكرة اللي هي اللي بدل ما اسوي السكان والبرنت، ليش ما اسوي اثنين في واحد ادمجهم بحيث انه يدخل الشيك في نفس الفتحة. أنا ما أدري إذا تشوفون الفيديو ظاهر أنا في الصورة، تشوفوني يا دكتورة في الصورة ظاهر؟ أنا صوتي الله ما أعرف. لا لا مو ظاهر بالصورة، يعني قصدك شنو ظاهر بالصورة؟ لا يعني أقصد الفيديو أنا صوتي ظاهرة ولا مو ظاهرة؟ لا لا مو ظاهرة، يمكن عشان PDF ما يظهر شيء. صوبة دقيقة، الكاميرا شغالة الحين؟ حضرتك موجود نشوفك، تشوفوني يعني نشوف السلايدات. اي اوكي تمام، اوكي تمام، لان قاعد احرك بيدي. انا قلت لان اليد وايد مهمه، يعني حركه اليد تعطي فكره عن المشروع نفسه. طيب، فحركه الشيك عباره عن دخول الشيك في جسمه في الطابعه، ومجرد ما يدش الشيك يعمل له سكان، وبس صورة الشيك مباشرة تنزل عندك الجوال، تعبي البيانات الرئيسية، بضغط الزر يرجع الشيك يطبع لك بنفس المسار. فالمسار ما تغير، أنت حطيته في سكانر بعدين جيت حطيته في الطابعة، الحين الشيك دخل في نفس المسار وطلع منه بنفس المسار، فطبعت الشيك بطريقة ذكية. طبعا الجهاز هذا صنعنا منه بروتوتايب، وحين شغالين إن شاء الله مع بنك قطر الوطني للتصنيع منه كميات كبيرة إن شاء الله للعملاء. أيضا عندنا اللي هو الابتكار الحديث القادم، اللي هو انتم تعرفون الحين هالايام قاموا يستخدمون الكبسوله عشان تقرا فيها البيبان وتفتح فيها البيبان كود، وهذه رمز كود. فيعني طبعا هذا مفهوم للابتكار، ابتكارات الحديثه اللي نحن انا اتمنى ان يكون هذا ابتكار، يعتبر هذا ابتكار. قلنا ليش ما نوظف هذه القطعه الصغيره لقياس سكر الدم. ترى انا هذا الابتكار إذا أنا سويته ولا أحد غيري سواه، أنا أشوف أنه فائدة للمجتمع، أنا أعطيه هدية، لأن هي فكرة حلوة. بس يوظف فيها مثلاً جهاز يحلل فيها السكر في الدم بطريقة مبتكرة جداً، راح يحل مشكلة كبيرة حق المرضى السكري، لأنه بيكون في يده خلاص، ما يحتاج أي شيء، بس مجرد ما يحط في يده خلاص السكر، لا يحتاج شريط، يوفر الشرطة، يوفر الجهاز،
بس القطعة تكون دائما عندك، تعطيك نبضات القلب، تعطيك الحين وصلنا للتكنولوجيا النانو اللي نقدر نزرع الشغلة هذه في الكبسولة الصغيرة. نيكست. طبعا هاي هذا احد المشاريع المستقبليه اللي انا ان شاء الله راح اشتغل. البطاريات بشكل عام احنا البطاريات يعني بعض السريع هم الشركات كلها تفكر بيئة البطارية نفسها، بحيث انهم مش دارسينها. انا اتوقع انهم ما وصلوا للخطوة انهم يلعبون في البطارية نفسها. اصلا غلط تصميم البطارية الحالية، تصميم البطارية الحالية غلط. طبعا هالبطارية نموذج عن البطارية اللي انا سويتها. طبعا البطارية اللي انا سويتها عبارة عن مجموعة قطع من البطاريات مشبوكة بطريقة معينة مبتكرة، وصلت اني اشحن البطاريه في ثانيه. يعني شفت البطاريه هذه يمكن يبي لك تقريبا 30 دقيقه تشحنها، انا شحنتها لكم في ثانيه. هذا يعتبر انجاز على مستوى مش محلي، على مستوى الدوله ايضا. ممكن الصفحه الثانيه اللي بعدها. الصوت واضح او في انقطاع شيء؟ لا الصوت واضح، توكل على الله. اذا في شيء نقول لك استاذ محسن كمل. أوكي. امورك طيبه. اوكي ننتقل للصفحة الثانية. طبعا أيضا أنا استمرت عندي الموقع محلات، ممكن تدخلونه عن طريق الويب سايت، هاي مكتوب محلات.com. هاي طبعا أول موقع تجاري مبتكر توه، لأن الحين تحت التدشين. الموقع هذا يعني يعتبر طبقنا فيه فكرة الذكاء الاصطناعي، بيحل مشكلتين رئيسيات. هو أنك تفتح محل إلكتروني بأقل من 5 دقائق، وأيضا أنك تعرف تاريخ انتهاء المنتج، يعني أي وقت تشتري أي منتج من السوق عادة أنت ما تعرف متى ينتهي التاريخ. أنت مجرد ما تشتري المنتج تحطه عندك في البيت، البرنامج بنفسه ينبهك متى ينتهي تاريخ المنتج هذا. طبعا كان اشتغلنا عليه 3 سنوات، سوينا عليه تقريبا فوق 10 مليون صورة ومع معلومات information خزناها في الموقع نفسه. فإذا عندك أي باركود الحين ممكن تدخله من الباركودات الموجودة في الخليج، ممكن يطلع لك صورة المنتج. فكرة الموقع هو عبارة عن أنك شلون تفتح محل خلال 5 دقائق. إذا الحين رحت أي سوبر ماركت في الدوحة أو في الكويت مثلا، وقلت له أنا يا أخي بخلي سوبر ماركت أونلاين، راح يكلفك قريب 600,000 ريال، راح يكلفك مصاريف عشان تفتح الويب سايت، عليك تجيب واحد مصور يصور الصور للمنتجات ويحط المعلومات، يعني مجهود كبير منفصل عن العالم. فالناس تحب الويب سايت اللي ملموم، اللي فيه كل شيء، يعني فيه محل A، محل B، محل لحوم، محل أكل، مطاعم، سوبر ماركت. دائما ولا أروح هذا الويب سايت، لا، يحب كل شيء يكون مكان واحد. فالموقع محلات وفر أول بلاتفورم مجاني، انت ممكن بملف واحد اكسل تنزل فيه كل الباركود اللي عندك في المحل، كل المنتجات اللي عندك وسعرها. في ضغط الزر المنتجات كلها تطلع، اللي في محلك ال 10,000 منتج يطلع لك في ضغط الزر، كل الصور تطلع، كل المنتجات مع اسعارها مع المعلومات مع الصور بضغط الزر واحد، ضغط الزر واحد. طبعا الموقع ديمو الحين مو شغال، نحن ناطرين دعم، يعني محتاجين دعم كبير حق نروح للخطوه اللي بعدها. تطبيق جاهز، ويب سايت جاهز، 70% منه جاهز، فقط باقي 30% نزيد عدد المنتجات اللي في الموقع نفسه. وهذا واحد من الابتكارات اللي يخص الذكاء الاصطناعي. ايضا طورنا في طريقه التوصيل فيها، خليناها بشكل مبتكر اكثر، ان استخدمنا نظام الروبوتك في عمليه توصيل طلبات، وايضا الشخص العادي يقدر يوصل. طبقنا نظام التطوع فيه في الموقع محلات. زين، خلينا نروح نتكلم الحين عن توليف الابتكار بشكل عام. طيب ايش الفرق بين الابتكار؟ هذا اللي شفتوه فوق، هاي كلها ابتكارات، من موقع، من بطاريه سريعه، من جهاز تبريد،
من الكبسول، هاي كلها ابتكارات حديثة ما حد سواها قبل، هاي شيء جديد يعني من ناحية طريقة توظيف الابتكار نفسه. لكن خلينا نشوف شلون توليف الابتكار. توليف الابتكار هو عبارة عن تحسين أداء ابتكار سابق وتغيير بسيط في التصميم أو الشكل يرفع كفاءة الابتكار. خلينا نروح للصفحة اللي بعدها. طبعا هذا احد الابتكارات، هو عباره عن انتم تعرفون في السوق في ثلاث شغلات، في عندكم الرداد، هذا لحد شاف الجهاز الصغير اللي لونه ازرق تحط فيه ماي، لو تحطه قريب من وجهك تحصل يقط لك رداد بارد، صح ولا لا؟ شفت المروحه اللي تنحط حول العنق اللي فيها مروحه، ممكن بعضكم جرب شراب بس شافها ما لها كفاءه في جو الحار عندنا، ما يعني ما يعطي نتائج. بعدين شاف في مروحه تنباع الحين في السوق اللي هي عباره عن مروحه اسمها ودي كول بليدلس، يعني ما فيها مراوح، مروحه تحت يعني بس هي تسحب الهواء وتسحب الهواء من تحت وتنفخها لك، فتحس ان يجيك هواء بارد. لو دمجنا هاي الثلاثه ولفناهم دمجناهم مع بعض تطلع بابتكار جديد راح يحل مشكله البروده والجو الحار، ويشتغل في جو الحار يعطيك كثافه تبريد مقارنه بها. طبعا هاي جربته ونفذته وقدمنا حق كتارة، وخذوا الفكره بجديه وقالوا احنا راح ان شاء الله نرتب معاك عشان ندعمك هالمشروع هاي اللي هو بيحل مشكله كبيره في السوق، مش ايضا في قطر، في اي مناطق، حتى المناطق الحين مثلا واحد يروح مناطق استوائيه مثلا مدن العاب استوائيه مع ان جوهم استوائي بس منطقه حاره حاره حاره، فمشغلين رداد، فهذا جهاز ينحط حول العنق أداء وكفاءة تبريد أحسن من أي جهاز ثاني يعني من بعد التجارب. ممكن الصفحة اللي بعدها. طيب توظيف الابتكار وشو؟ توظيف الابتكار أكثر شيء يطبق في مجال العمل، توظيف الابتكار يعني تحصل يقعدون مجموعة من الموظفين في الشركة، يلا نجيب حل حق مشكلة الورق، عندنا كميات كبيرة من الورق. يبون شركة ثانية تجيب شركة من الشركات يقول يا أخي نحن ممكن نحل لكم مشكلة الورق بس علينا نعرف شنو البيانات اللي تبونها، فهنا الموظفين بدون يعطون البيانات ويسوون الانبوت، فالسوفير اللي هو مسويه على برنامج أو شركة ثانية راح غير شوية فيه وعدل فيه حسن فيه بحيث أنه يتواكب مع طبيعة العمل، فهنا صار شوية ابتكار نطوروا طريقة معينة جديدة حق أداء عملهم، يعني هاي يعتبر توظيف الابتكار. أيضا من الشغلات اللي توظف فيها الابتكار مثلا عندك مثلا جهاز معين يشتغل في تبريد السخانات وانت وظفتها في تبريد مثلا ثلاجات او شيء كذي، يعني مثلا شلت نفس الفكره بدون ما تغير عليها بس ركبتها على قطعه ثانيه، فوظفت هذا المشروع نفسه اللي هو اختراع الشخص الفلاني جبت وظفته في مكان ثاني، فهذا ايضا يعتبر توظيف عليه، ممكن تاخذ عليه براءه اختراع ايضا إذا كان الهدف منه ما كان وما حماه بطريقة ذكية، ممكن تحميها أنت يعني. ممكن نقطة اللي بعدها. طبعاً هاي أيضاً من توظيف الابتكار، هذا المبخرة طبعاً فاز بذهبية كويت أيضاً، وبعنا منها تقريباً كميات كبيرة، دخلنا ربح في خلال أسبوعين، أنا بعت من المبخرة هذه تقريباً 3000 حبة، دخلت 3.5 مليون ريال خلال أسبوعين. هي الفكرة موجودة لو كان الويب سايت شغال، لو كان في الفيديو شغال كان يرويكم أن هذا يطبق في الصين في الشاي، يعني حركة الميكانيكية هذا في الشاي، فرحنا طبقناها في المبخرة بحيث أن المبخرة تقلبها في أي زاوية في أي مكان الفحم ما يطيح منها، يكون مثل حركة ميكانيكية يكون ماسك من كل جهة يعني، وهذا أحد الابتكارات اللي يعني كان بداية شهرة منتجات الشركة يعني. ممكن نيكست سلايد. طيب كيف المبتكر او انا كيف انا استهدف السوق؟ طبعا انا يوم اشوف الناس متوجهين نحو الارتفيشال انتليجنت وهذه ابدا اتصفح وادور في المعلومات تخص التكنولوجيا، اعبي نفسي بمعلومات. ممكن واحد يقول لي خلينا تضيع وقتك، لا انا ما اضيع وقتي ابدا، بعرف شنو الارتفيشال انتليجنت، شنو ايش راح يسوي، شنو اللي راح يغذي البشريه، شنو هو مفهوم شو اسمه الارتفيشال، ليه ما اوظفه وافهمه عقب ابدا اطور في طرق واساليب بحيث ان اوظفه حق ابتكاراتي واضفها منها محلات، هاي واحده منها. طبعا ايضا ما اروح اي مكان، ترى انا طبيعتي يعني ثينك اوت اوف ذا بوكس، مثلا اروح وزارة الصحة، كنت قبل أسبوعين كنت عندهم في وزارة الصحة
كانوا مسوين تدريب حق السي بي ار اللي هو الضغط على الصدر، شلون واحد راح يعني تنفس صناعي. فقلت لهم هل في جهاز، يعني اسال الناس قال هل في جهاز يساعدني في عمليه الضغط، لاني انت قلتوا لي لازم تضغط 6 سنتيمتر او 7 سنتيمتر، قال نعم في عندنا جهاز تضغط عليه يعطيك كم المسافه. قلت له زين هل هالجهاز هذا حق الناس يعني يستخدمونه ولا بس حق المستشفى؟ قال هاي حق المستشفى، يعني احنا ما نعطي حق الناس، هاي بس نرويهم كيف يعني يحسبها او يحسبها. فقلت له ليش ما في جهاز موجود في السوق ممكن راح يحل مشكله الضغط؟ مثلا جاء واحد طاح علي، مجرد ما احط عليه مثلا فرشه كذي واضغط عليها بالصدر اوتوماتيكيا يعطيني القياس والقراءه اللي هو كم المفروض اللي اضغط عليه عشان اعرف، وايضا جهاز يحس اذا رجع دقات قلبه لما اضغط عليه. يعني مثلا هاي الشغلات اللي واحد يبتكر فيها في نفس المجال يبدا يفكر قال فيه ولا ما فيه، فنقطه ثانيه راح يبحث في جوجل يدور اذا حصل ولا ما حصل. سوق نقطه ثانيه ثالثه اللي هو سوق الطاقه المستدامه. طبعا من الشغلات المشاريع الدول العالم احنا اللي قاعد تفكر فيه ان شلون احنا نولد طاقه كهربائيه مستدامه بدون ما نعتمد على النفط والغاز وغيره. طبعا ايضا هذا واحده من الشغلات اللي انا اشتغل فيها، ما عرضتها لكم لانها المشاريع السريه الكبرى اللي انا استخدم نظام البايونسي الجرافيتي والبايونسي ووتر رياكتور. هو مشروع ضخم جدا شغالين عليه الحين، تقريبا سوينا منه 9 بروتوتايب، اخر بروتوتايب هذا العاشر الحمد لله نجح، جاب النتائج المرضيه، انتجنا اول طاقه كهربائيه 24 ساعه لا يعتمد على الطاقه الشمسيه ولا يعتمد على طاقه الرياح، فقط ماي ساكن، اي ماي ساكن ما يحتاج موج ولا شيء، ماي ساكن بس تولد الطاقه. فهذا المشروع اعتقد اذا حد من في الدولة شاف المشروع أنا أتوقع أنه راح يتكفل. طبعاً إحنا ما راح نرويه بالشكل الأقلي اللي إحنا مسوينه بالوايرات، في الاختراعات في شيء اسمه ألفا وفي بيتا وفي مانيفاكتشرنج فور ديزاين. الحين إحنا مرحلة الألفا اللي هو تحصل في وايرات دينامجي شكله مبهج حلو، حتى ما حبيت أعرضه يعني، بس يوم راح نسوي إن شاء الله في مرحلة البيتا راح تشوفونه بشكل محترف واحترافي، راح يتم إعلانه في قنوات تلفزيونات إن شاء الله محلية والعالم إن شاء الله. سوق النقل والتنقل طبعا هاي ايضا هاجس. انا عملي في مطار حمد، انا كمدير بيئه في مطار حمد الدولي. من الشغلات اللي عندنا تنقل موظفين من الى، طبعا الحين شغالين ان احنا يعني انا استغرب بعض اوقات المطار، يعني انا بنفسي شغال مطار بعض اوقات الطياره تي متاخره والريال يضطر ينزل في الباص مع ان فيها الجيت يعني ممرات داخليه الجيت هذه، فيضطرنا ينزل بالطيارة بالباص. ليش ينزل بالطيارة بالباص؟ زين ليش يمشي في الباص يقعد في الباص ريال دفع تذكرة بزنس وتنزلونه في الباص وعندكم هالمطار الكبير؟ تستغرب بعض السبب. طبعا عرفت السبب، سبب ان الطيارة تأخرت لأي سبب من الأسباب، جت طيارة ثانية خذت مكانها، أو تكون مثل مشاكل في البيبان نفسها ما تفتح ولا فيها مشاكل، فيقولون حق الطيارة نزل الركاب نحن راح نشيلهم بالباص. فقلت لي ليش ما يكون هناك في تنلز في المطار؟ طبعا هالافكار انا عادي بلاش اعطيها، انا عندي وايد افكار. فقلت لهم ليش ما تسوون تنل في المطار حمد، تنلز يكون تحت الارض، الطياره متى ما كان ما توقف الناس اللي ينزلون سيده في التنل، نفس مترو داخل المطار، فينزلون سيده من الطياره في التنلز على طول يوديهم صوب الاستقبال يعني او صوب شو اسمه الوصول. هاي واحده من الافكار اللي شغالين عليها مطار حمد دولي. وايضا وقت سوق التعليم والتدريب، واحده من المشاكل اللي احنا واجهنا يوم الكوفيد ان كيف نحن نطور. طبعا انا عيالي كانوا في البيت وانا بعد ايضا كنت اشتغل من البيت، فكنت اشوف ان في الزوم حق العيال ما كانوا ينتبهون، ما في تركيز، لان الزوم تحسنا نوع من الملل، ما في اتنشن وهذه. فكنت افكر شلون اسوي طريقه. طبعا انا اشتغلت على المشروع بعد فترة يوم شفت إن الكوفيد قام يخلص وقام ينتهي الموضوع الكوفيد، إنها كلها عبارة عن خزعبلات وناس يقولون للحين صواقع، فممكن واقع الله أعلم، بس المشروع هاي وقف. لا مع إني أنا أقول له إن سويت المشروع ممكن يعطي لي يعني يعطي دفع حق السوق المحلي أو يكون حق بكرة يكون فيروس جديد لا سمح الله. مشروع سويته بس ما كملته. مشروع هو إني أنا أخلي العيال ينتبهون في يعني أسويهم شوية شغلات شيء مثل أنيميشن حوالي الحركة بحيث أنه أشد انتباههم يتابعون الزوم اللي هو التطبيق.
ايضا البرنامج فيه نظام ارتفيشال انتليجنس يشوف الولد انه سرحان ولا شيء يعطيه نوتيفيكيشن انتبه يعني. ايضا من الشغلات اللي تخص السوق الابداع والترفيه، طبعا انا ما اوقف عن الابتكارات كلش خير شر يعني، انا اتعب حتى الاهل يقولون انت تتعب كثر ما تفكر. انا عندي في جنب غرفتي كتيب ارسم فيه كل الرسومات، وعندي ايباد ايضا ارسم فيه كل الرسومات، مجرد ما تجي رسمه او فكره ارسمها واعملها يعني رسمه ثلاثيه بعد احتفظ فيها، ما يعني ما اعلن عنها بس اخليها يعني كافكار. مثلا سوق الابداع والترفيه انا رحت يعني قبل يومين ثلاثه كنا في المنتجع وشفت ان يعني قلت لهم يا اخي انتوا ليش ما المنتجع يعني اتصلوا فيني سالوني قالوا لي ايش رايك بالمنتجع؟ قلت لهم يا اخي عندكم كذا كذا كذا، ليش ما تسوون كذا؟ ليش ما تضيفون كذا؟ ليش ما ليش خلون الناس في الووتر بارك يركبون ست او ست سبعه درج دري عشان او درجات احنا نسميه ما في لفت، يعني بالعربي ما في لفت عشان واحد يركب دري شايل معاه الوزن. قلت سووا له لفت يروح لفوق يوصل، يعني هاي افكار بسيطه ما يحتاج فيها اختراع، لكن اقصد ان الشخص الطبيعي ما راح يفكر وما يهتم، لكن الشخص اللي عنده الاتنشن حق الابتكار وهذا دائما يقول لك ليش ما تسوي، ليش ما تضيف، ليش ما تعدل، ليش ما تحسن، لأنه ما يحب كل الشغلات تكون مثل ما هي، يحب انه يطور فيها ويحب انه يشوف المستقبل بشكل افضل. ممكن النقطه اللي بعدها. زين، عقبات الماليه والتحديات. طبعا من العقبات اللي انا واجهتها هو تمويل غير كافي. اليومكم هذا انا اللي جمعة طائرة اللي جمعة طائرة والله طائرة في مشاريع جديدة، مو بالهدف منها طائرة على حياتي. أنا يمكن أنا إذا جاني شغف تصنيع شغلة يمكن أخذ دين عشان أصنعه، بس إني أصنعه أسويه يعني، ما عندي شيء اسمه فول ستوب. فهذه واحدة من الشغلات المخترع لازم يدعم، لازم الدولة تفتح له مثل جوري مالها تقول لك يلا اصرف، بس اهم شيء تطور المشاريع هذه. انا لو عندي واحد شي سند قوي والله انا ممكن اخلي بليونير في خلال الفتره الجايه يعني. طبيعه غامضه الابتكار. طبعا بعض المبتكرين منهم انا مثل مشروع الجرافيتي اند باينسي ووتر رياكتور، من المشاريع الغامضه بالنسبه لي، ما احب افصح حق اي واحد يعني كيف عملية الطريقة هذه، لأن المشروع هذا مجرد ما ينفتح موضوعه خلاص راحت عليك. هاي المشاريع اللي صعب إنك تفتح حتى لو سجلت عليها براءة اختراع، لأنها مشاريع قومية، ناس يأخذون دول تروح تسوي كوبي على طول. يعني على فكرة المبخرة اللي أنا سويت المشروع المبخرة انتشر في الخليج كلها كامل كوبي منها. اليوم مش هاي أنا قاعد أقاضي الشركات اللي سوت من الكوبي من المبخرة هذه. ف ايضا ضغوط الربحيه، الضغوط الثانيه اللي يواجه المخترع هو ضغوط الربحيه الفوريه. طبعا انا عقليه شبه مشتركه، مش انا فنان في البزنس، انا المخترعين عاده ما يكونوا فنانين في البزنس. اللي يقول لك المخترع بس فنان بزنس، هذا بزنس مان مش مخترع، بس عاده عندهم ضعف في البزنس، فلازم يكون عندهم تيم اللي راح يساعدونهم عشان يساعدون في البزنس. صح، عندي الحمد لله تيم اللي يساعدوني في عمليه شلون تدوير الأموال هذه بحيث أنها حافظ على السيولة. ضغوط ربحية الفورية، يوم يجيك فجأة شيء مبلغ 3-4 مليون 5 مليون في حساب، أنت أول ما صالك أسبوعين قاعد تسحب هني، بتحس بجنون، يعني جنون العظمة، تحس أن فلوسك وايد، فيلا افتح المشروع الثاني اللي كان مقفل عندك في مخك، افتح المشروع اللي بعده، نفذ هالمشروع، طور هالمشروع، فتقعد تصرف الفلوس. فالتيم مالي يقول لك لا اصبر، عندنا سنتين ثلاثة، وين الرواتب، وين كذا وكذا كذا يجيك. أستاذ محسن يعطيك العافية، بس حبيت أقول لك وصلنا الساعة 9 في ختام هذا المؤتمر، فإذا تقفز إلى التوصيات ولا أي recommendation خلاص إن شاء الله راح ندش الصفحة اللي بعدها. طبعاً القروض والبنوك هاي راح واحدة من مشاكل المبتكرين، خلاص روح الصفحة اللي بعدها. طبعاً هذا اللي يعني اللي أنا شرحته بيه، أنا لازم يكون في تحليل فكرة، لازم يكون هناك إعداد خطة العمل، تمويل سليم، تسويق وتسويق وتوسع في الابتكارات،
تطوير وتجارب لازم نسويه عشان تصير رائد أعمال، مش بس تي بفكرة واحد وتنفذ، لازم تدش في متاهات هذه كلها عشان توصل لمرحلة الابتكار. الصفحة اللي بعدها، طبعا المشاريع المستقبليه مثل ما ذكرت، تطوير الجهاز التبريد الحالي ما اكسي، حركه الجاذبيه وقوه الصعود المياه اللي هو الباينسي جرافيتي ووتر رياكتر، طبيب كبسول لمعظم القياسات، شحن البطاريه في الجزء الثاني. هاي مشاريع مستقبليه ان شاء الله راح ننفذها الى الله كتب لي ان شاء الله. اللي بعد الصفحه اللي بعدها ان شاء الله، اوكي طبعا هذا تطوير الجهاز. نحن راح نطور نظام السلف كلينينج، هاي اوريدي احنا مراحل تنفيذ، نفذنا من النموذج والحين شغالين على تصنيع الجهاز التبريد ان شاء الله بشكل مبتكر وافضل من الجهاز السابق. الصفحه اللي بعدها، طبعا هذا طاقه حركه الجاذبيه وقوه صعود المياه لانتاج الطاقه المائيه. هاي طبعا فكره كونسبت مش الفعلي، شكله غير مختلف عن الصوره، بس انا راح اعطيك من بعدها الصفحة اللي بعدها، أيوة طبعا هي كانت في خطأ هناك لا ممكن ترجعون الصفحة اللي قبلها شوي. طبعا هاي صافي المبيعات اللي وصلنا فيها الشركه خلال 6 سنوات من تشغيل انشاء شركه لتاسيسها لفتح مجمعاتها، تقريبا حوالي 15 مليون ريال قطري، يعتبر الشركه رائده مبلغ كبير. نحن ما وصلنا مرحله الانجاز، لكن نحن نطمح نوصل مبالغ اكبر من هاي. على مستوى الشخصي في مطار حمد، انا دخلت على مطار حمد تقريبا 57.2 مليون ريال قطري خلال أيضا 6 سنوات، وأنا كنت بديت عملي في مطار حمد، طبقت فيها كل أفكار استدامة والبيئة، طورنا فيها المشاريع المبتكرة، دخلنا أعلى ربح وخلينا المطار حمد من المطارات على المستوى العالم، أفضل مطار على مستوى العالم. طبعا هذا هو النهاية، يعطيكم ألف عافية. شكرا. شكرا لك أستاذ محسن على هذا العرض التقديمي. وفي ختام هذا المؤتمر، صراحة ختامها مسك،